كيف نقول باللغة الاسبانية لقد وصلنا للتو إلى المدينة ونحن متحمسون لاستكشافها؟ Acabamos de llegar a la ciudad y estamos emocionados de explorarla. Acabamos de llegar تعني لقد وصلنا للتو Acabamos de تحول محل كلمة للتو أي تعني للتو في اللغة الاسبانية Acabamos de llegar la le Tau, a la ciudad y estamos emocionados de explorarla acabo de terminar mi tarea acabo de terminar mi tarea انتهيت توا اكابو تعني توا اكابو دي, أكابو دي مي انتهيت توا من واجبي المنزلي دعونا ننهي هذا النقاش من فضلكم اكاباراموس اكاباراموس كون esta discusión por favor اكاباراموس كون esta discusión por favor تعني دعونا ننهي اكاباراموس Con esta discusión, por favor. Acabáramos con esta discusión, por favor. Si no estudias, nunca acabarás. Aprendiendo el idioma. نقول el idioma. Si no estudias, nunca acabarás aprendiendo el idioma. Acabarás تعني ينتهي بك الأمر. Si no estudias, nunca acabarás aprendiendo el idioma. Acabarás تعني ينتهي بك الأمر. لا ينتهي بي الأمر أبدا بإنفاق أكثر مما أخطط له. Nunca acabo gastando más dinero de lo que planeo nunca la gente hibia al nunca acabo gastando más dinero de lo que planeo acabo gastando y hibia al amar. bil en fog o be en fog y de gerundio en de a ان من بعد فعل أكابو نعرف أن أكابو تعني ينتهي بيا الأمر أكابو دورمiendo أكابو غاستاندو nunca أكابو gastando ماس dinero de lo que planeo. هل اشتريت للتو سيارة جديدة؟ جيد أكاباس دي كومبرار un coche nuevo كي ¿Acabas de comprar un coche nuevo? ¡Qué bien! ¿Acabas de comprar un coche nuevo? ¡Qué bien! Acabas de يأتي من بعدها فعل غير مصرف verbo infinitivo هنا الفعل هو comprar Acabas de تعني للتو إذا لم تنهي خضرواتك فلن تتمكن من تناول الحلوى. Si no acabas tus verduras, no podrás tener postre. Una acabar, tani, tani. Si no acabas, izalam tani, izalam tani, tus verduras, no podrás tener postre. Y se estamarreina a la haza en nahu, fasenente hi, bihisara tal loba. Si seguimos así, acabaremos. perdiendo el partido. (Acabaremos) يعني إن فسننتهي. (في الحالة acabar إن انتهي. (Si seguimos así, acabaremos perdiendo el partido) أنا أحب عندما تنتهي الخطط أفضل مما كان متوقعاً. Me encanta cuando los planes acaban siendo mejores de تلاحظون هنا مستوى الجمل في اللغة الإسبانية هي للمستوى المتقدم لأنني أريد منكم أن ترتقيوا بمستواكم باللغة الإسبانية من مستوى مبتدئ إلى مستوى متقدم لذلك نقوم برفع المستوى قليلا من كانتا كواندو لس أكابان Intendi. siendo mejores de lo esperado siendo tati me fe ser la litao el me el latifa catu litao naref acabo de encontrar las llaves que había perdido Hacentum. acabo de tani litao acabo de encontrar la caduajetu litao las llaves que había perdido هل انتهيت من المشروع؟ أكاباستي البروجيكتو؟ أكاباستي المشروع؟ فعل أكبار لوحده هو فعل أن أنتهي ولكن يمكن أن يكون أكبار دي أو أكبار من بعده فعل خيرونديو ويعني فعل ينتهي بإن دي أو كوميندو بيبيندو غاستاندو ترابخاندو بالي انتو <متحدث> لدينا ثلاثه فورماس يمكننا ان بها فعل اكبر انتهيت من قراءه كتاب جيد الليله الماضيه ركزوا هنا الليله الماضيه اكابي في الماضي اكابي دي ليير اون بون ليبرو ايير بور لا اكابي دي ليير اون بون ليبرو ايير بور لا انتهيت من قراءه كتاب جيد الليله الماضيه, الماضية اكابي دي ليير اون بون ليبرو بور لانوتشي. هنا أكابي دي تعني انتهيت أكابي دي ليير انتهيت من قراءة ولا تعني للتو لأنها في الماضي لم أقول أكابو دي ليير إذا قلت أكابو دي تعني قد قرأت للتو ولكن عندما أقول في الماضي أكابي دي ليير تعني انتهيت من قراءة الكتاب دائما ما ينتهي بها الأمر بتناول الكثير من الطعام في الحفلات Siempre acabo de entregar el amor, acabo comiendo la una, comiendo... Huel Fahel, Gerundio y Entegibi, NDO. En cuando me a acabo, cabo el fa'el, Fahel. Ya ni acabo y entregar el amor. Siempre acabo comiendo demasiado en las fiestas. Siempre acabo comiendo demasiado en las fiestas. ¿Tú la jizuna una? una? عندما يأتي أكابو قبل الخيرونديو يعني ينتهي بي الأمر سيامبري أكابو كوميندو ديماسيادو لاس فيستاس لقد أدركت للتو أن اليوم هو عيد ميلادك عيد ميلاد سعيد للتو ركز جيدا أحسن أكابو دي دارمي كوينتا أكابو دي دارمي كوينتا لقد أدركت للتو دي كي هوي استو كومبليانيوس فليث كومبليانيوس

لإنهاء. كوانتو تيمبو تارداراس إن أكابار لا كم ستستغرق من الوقت لإنهاء العشاء؟ كوانتو تيمبو إن أكابار لا انتهى الفيلم وشعرت بالحزن قليلا لأنه كان جيدا. أكابو لا بيليكولا في الماضي. أكابو لا بيليكولا. Y me sentí un triste. porque era muy buena Acabó dejé el film acabó la película dejé el film y me sentí un poco triste porque era muy buena soy tan cansado que no puedo esperar para acabar el día. Estoy tan cansado que no puedo esperar para acabar el día. Esa es reina del manual. Si seguimos así, acabaremos sin agua. Si seguimos así, acabaremos sin agua. Acabaremos tan y. Acabaremos sin agua acabé la relación con mi ex porque no funcionaba acabé la relación con mi ex porque no funcionaba acabé la relación con mi ex porque no funcionaba acabé la relación con mi ex porque no funcionaba ان نتمكن من انهاء هذا الاجتماع قريبا لدي الكثير لافعله espero que acabemos pronto con esta reunion tengo mucho que hacer tengo mucho que hacer لدي الكثير لافعله espero que acabemos pronto con esta reunion tengo mucho que hacer آمل ان نتمكن من انهاء هذا الاجتماع قريبا لدي الكثير لافعله espero que acabemos Pronto con esta reunión, tengo mucho que hacer. Ana de iman, a shawl bitahasum Siempre acabo sintiéndome mejor después de hacer ejercicio. Siempre acabo sintiéndome mejor después de hacer ejercicio. Ahí dan yumkino cool. De iman yentehi bi al amar bishawur bitahasum ba de es la nafsuha. لأن هنا أكابو سنتيندومي سنتيندومي هي أيضا خيرونديو لأنها تنتهي هي سنتيندو تنتهي بـ N D O ولكن وضعنا مي وهي مي في الآخر فإذا أكابو سوف يكون لديها المعنى ينتهي بي الأمر ولكن هنا أريد أن أريكم طريقة أخرى أيضا لترجمة هذه الجملة. Siempre أكابو sintiéndome mejor después de hacer ejercicio. فاثيل فاثيل وتعني سهل فاثيل وتعني سهل كيف نقول هو سهل أو هي سهلة هو سهل أو هي سهلة إس فاثيل موي بيان إس فاثيل موي تعني كثيرا موي تعني كثيرا ولكنها تستعمل للوصف وليس للعدد كيف نقول هو سهل كثير سأترك لكم بعض الوقت للتفكير جاهزون es muy fácil es muy fácil هو سهل كثير es muy fácil muy bien نلاحظ هنا أن كلمة موي تأتي دائما قبل النعت أو قبل الصفة aprender تعني تعلم وهو فعل غير منصرف باللغة الأسبانية لا لينغوا تعني اللغة إسبانيولا تعني الأسبانية كيف نقول اللغة الأسبانية؟ لا لينغوا إسبانيولا لا لينغوا إسبانيولا موي بيان كيف نقول هو سهل كثير تعلم اللغه الاسبانيه ساترك لكم بعض الوقت للتفكير جاهزون Es muy fácil aprender la lengua española Es muy fácil هو سهل كثير تعلم اللغه الاسبانيه muy bien. temprano وتعني مبكر demasiado وتعني كثير جدا demasiado تعني كثير جدا كيف نقول هو مبكر جدا es demasiado temprano es demasiado temprano هو مبكر جدا كيف نقول هو ليس مبكر جدا no es demasiado temprano. No es demasiado temprano. No تأتي قبل الفعل الذي هو es. فعل سر Para تعني لي أو لأجل أجل. Ir هو فعل الذهاب. أذهب ولكنه غير منصرف. Verbo infinitivo. Ir. Verbo ir. تعني أذهب. كيف أقول للذهاب? Para ir. أحسنتم، para ir، para الذهاب إير. آل تعني إلى، آل تعني إلى وهي تستعمل قبل الاسم المذكر. فإذا كان الاسم مؤنث نستعمل آلا، ولكن هنا سنستعمل آل. trabajo تعني عمل. كيف نقول من أجل الذهاب إلى العمل؟ para ir al trabajo، para ir al trabajo. موي bien. كيف نقول أنه من المبكر جدا الذهاب إلى العمل؟ سأترك لكم بعض الوقت للتفكير. جاهزون؟ Es demasiado temprano para ir al trabajo. Es demasiado temprano para ir al trabajo. Muy bien, أحسنتم. Aprender. كما رأينا تعني تعلم البايلة هي الرقص البايلة الرقص كيف نقول إنه من السهل تعلم الرقص؟ سأترك لكم بعض الوقت للتفكير جاهزون؟ es fácil aprender el baile. لقد رأينا من قبل أن كلمة سهل تعني fácil. es fácil aprender el baile. هو سهل تعلم الرقص. es fácil aprender el baile. كيف نقول هو سهل كثير تعلم الرقص؟ es muy fácil aprender el baile. es muy fácil aprender el baile. نلاحظ هنا أن كلمة muy والتي تعني كثيرا لقد أتت قبل الصفة وهي fácil. Es muy fácil. ولا نقول fácil muy. Muy fácil. Muy bien. Pero وتعني لكن. Difícil وتعني صعب. Difícil وتعني صعب. Difícil. el canto, el gina. El canto, el gina. Pero es difícil aprender el canto. Pero, tani, walakin, es difícil, tani, huwa صعب Es difícil aprender el canto, huwa صعب تعلم الغناء Muy bien. كيف نقول أن إنه سهل تعلم الرقص لكنه صعب تعلم الغناء؟ سأترك لكم بعض الوقت للتفكير Es fácil aprender el baile, pero es difícil aprender el canto. Es fácil aprender el baile, pero es difícil aprender el canto. Muy bien. Ay, tani hunaka. Ay, tani hunaka. Clases, Watani, sufuf. Clases, Watani, sufuf. كيف نقول هناك صفوف؟ أي كلاسس هناك صفوف كيف نقول هناك صفوف للرقص؟ أي كلاسس دي بايلي أي كلاسس دي بايلي موي بيان سهلة كادا تعني كل كادا تعني كل سيمانا تعني أسبوع كيف أقول كل أسبوع؟ كادا سيمانا كل أسبوع تعني كادا سيمانا كادا سيمانا موي bien. كيف نقول هنالك صفوف للرقص كل أسبوع؟ سأترك لكم بعض الوقت للتفكير جاهزون؟ هناك صفوف للرقص كل أسبوع. أي كلاسيس دي بايلي Cada semana. Muy bien. Audren, disculpa, 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 Audren, disculpa. Y un kinuka, ella, puedes, 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 en amor, pasar, pasar, pasar. أن أمر باسار باسار أن تسمح دخار 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 نستعمل هنا فعل دخار في معنى أن تسمح ولكن أيضا هنالك معنى آخر لفعل دخار وهو أن تترك ولكن هنا سوف نستعمل المعنى أن تسمح دخار 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 دخار, دخار كيف نقول أن تسمح لي؟ Dejarme. 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 كيف نقول الآن معذرة؟ هل يمكنك أن تسمح لي بالمرور؟ أريد منكم أن تعطوني الإجابة. جاهزون؟ لنرى الإجابة. Disculpa. Puedes dejarme pasar? Disculpa. ¿Puedes dejarme pasar؟ Disculpa معذرة ¿Puedes dejarme pasar؟ هل يمكنك أن تسمح لي بالمرور؟ Disculpa ¿Puedes dejarme pasar؟ كرروا من بعد أريد منكم أن تتعودوا على لفظ الكلمات في اللغة الإسبانية بالطريقة الصحيحة Disculpa ¿Puedes dejarme pasar؟ Disculpa ¿Puedes dejarme pasar؟ لنكررها سويا Disculpa Puedes dejarme pasar. Disculpa. Puedes dejarme pasar. مرة أخيرة. Disculpa, puedes dejarme pasar. مثلاً هون آخر. أبداً تعني nunca. nunca. نونكا. نونكا. أبداً نونكا. الفضوها معي. نونكا. نونكا. نون كا نون يغادر تعني سالي من فعل سالير في اللغه الاسبانيه سالي يغادر سالي ال سالي او اي سالي هي تغادر كيف نقول غرفه في اللغه الاسبانيه Habitación 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 ولا نقول Habitación نقول Habitación من الضروري جدا ان نتعلم ان نلفظ الاحرف كما يلفظها الاسبان ابيتاسيون وليس ابيتاسيون في اسبانيا حرف ث يلفظ ث وليس س habitacion habitacion habitacion. غرفته اعطوني انتم الاجابه احسنتم سو habitacion سو habitacion سو ابيتاسيون سو ابيتاسيون غرفته سو ابيتاسيون كيف نقول لا يغادر غرفته ابدا فكروا جيدا لنرى الاجابه نونكا سالي دي سو ابيتاسيون نونكا سالي دي سو ابيتاسيون نونكا سالي دي سو ابيتاسيون الكلمة الملونة بالأزرق هي الفعل. نُنكَ سالي دي su habitación. نكررها سويًا. نُنكَ سالي دي su habitación. مرة أخيرة. نُنكَ سالي دي su habitación. أحسنتم. الآن سوف نتعلم تركيب الجمل مستعملين أفعال في ال كونتينو أي زمن المضارع المستمر. يوم في اللغة الإسبانية هي ديا 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 الأيام الجماعة. دياس دياس لوس دياس الأيام لوس دياس كيف نقول في هذه الأيام إن إستوس دياس إن إستوس دياس إن إستوس دياس في هذه الأيام إن إستوس دياس كيف نقول أنا Estoy estoy انا estoy ايضا انا تعني soy yo soy او yo estoy ولكن هنا سوف نستعمل فعل estar ساضع رابط في اعلى الشاشه لدرس فعل estar في اللغه الاسبانيه لكي تراجعوا هذا الدرس الاساسي في اللغه الاسبانيه estoy انا estoy كيف نقول مشغول ليادو ليادو او ocupado ولكننا هنا سوف نستعمل كلمات جديده لكي توسعوا معجمكم اللغوي في اللغه الاسبانيه ليادو مشغول استوي ليادو مشغوله هنا هي ليادا ليادا مشغوله ولكن في المذكر ليادو تعني مشغول كيف انا اقول مشغول جدا اعطوني انتم الاجابه احسنتم موي ليادو موي ليادو موي ليادو مشغول جدا موي تعني جدا muy liado كيف نقول أنا مشغول جدا فكروا جيدا تذكروا أننا سوف نستعمل فعل إستار أنا مشغول جدا هي أحسنتم estoy muy liado estoy muy liado estoy muy liado estoy muy liado كرروا من بعدي estoy muy liado كيف نقول أن أعمل في اللغة الإسبانية trabajar trabajar. trabajar، أن أعمل. كيف نقول إنني أعمل الآن إنني أعمل؟ estoy trabajando. estoy trabajando هي في زمن ال presente continuo. estoy trabajando. إنني أعمل الآن. estoy trabajando. estoy trabajando. إنني أعمل. estoy trabajando. الوقت في اللغة الإسبانية هو el tiempo. tiempo تعني أيضا الطقس في اللغة الإسبانية ولكن هنا سوف نستعملها بمعنى الوقت. El tiempo. El tiempo. الوقت. El tiempo. كيف نقول كل الوقت؟ Todo el tiempo. 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 كيف نقول في هذه الايام انا مشغول جدا انني اعمل كل الوقت اريد منكم ان تفكروا جيدا لقد راينا كل هذه الكلمات ماذا تعني في اللغه الاسبانيه اريد منكم الان ان تضعوا هذه الكلمات في جمله في هذه الايام انا مشغول جدا انني اعمل كل الوقت فكروا جيدا لنرى الاجابه ان estos dias estoy muy liado Estoy trabajando todo el tiempo. En esos días estoy muy liado. Estoy trabajando todo el tiempo. En esos días estoy muy liado. Estoy trabajando todo el tiempo. ¿Qué en, el body? en estos días estoy muy liado. Estoy trabajando todo el tiempo. En Comer. Comer en Ecol. Comer. Comer. كيف نقول لقد أكلنا للتو؟ أكاباموس de كومير acabamos de comer لقد أكلنا للتو acabamos de تعني للتو acabamos de كورير لقد ركضنا للتو acabamos de كامينار لقد مشينا للتو acabamos de تعني للتو acabamos de comer كيف نقول الحلوة في اللغة الإسبانية؟ el postre el postre الحلوى، البوستري. البوستري، البوستري، الحلوى. كيف نقول لقد تناولنا الحلوى للتو؟ أريد منكم أن تعطوني إجابة. لقد تناولنا الحلوى للتو. فكروا جيداً. نعرف جميع الكلمات. نريد أن نضعها في جملة واحدة. لقد تناولنا الحلوى للتو. لنرى إجابة.

الآن نحن نستريح. Estamos descansando. Estamos descansando هي في presente continuo. Estamos descansando. Estamos descansando. كيف نقول الآن نحن نستريح؟ أريد منكم أن تعطوني الإجابة. أحسنتم. Ahora estamos descansando. 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 كيف نقول لقد تناولنا الحلوى للتو؟ الآن نحن نستريح. أريد منكم أن تعطوني إجابة. لقد تناولنا الحلوى للتو. الآن نحن نستريح. لنرى الإجابة. Acabamos de comer el postre. Ahora estamos descansando. Acabamos de comer el postre. Ahora estamos descansando. In سوياً acabamos de comer el postre. Ahora estamos descansando. El سوف نستعمل zaman alfuturo المستقبل fi تركيب الجمل an aqlaq fi alugha alispaniya hiya هي... preocuparse 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 Pre

فعل صبر في اللغة الإسبانية يعني أن أعرف. كيف نقول سوف يعرفون؟ صبران. صبران مصرفة في زمن المستقبل. صبران هم سوف يعرفون. أيو صبران أو صبران. 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 كيف نقول أن أفعل؟ أثير. أثير. وليس عثير. أثر حرف آتش في أول الكلمة دائما لا يلفظ. كيف نقول: سوف يعرفون ماذا يفعلون. صبران لوك آثن. صبران لوك آثن. صبران لوك آثن. لو آثن. سوف يعرفون ماذا يفعلون. صبران لوك آثن. صبران لوك آثن. صبران لوك كي آثن. كيف نقول: لا تقلق، سيعرفون ماذا يفعلون. أعطوني أنتم الإجابة. لا تقلق، سيعرفون ماذا يفعلون. لقد رأينا كل الكلمات، ويجب علينا الآن أن نضعهم في جملة واحدة. لا تقلق، سيعرفون ماذا يفعلون. جاهزون؟ لنرى الإجابة. لا تقلق، سيعرفون ماذا يفعلون. نوت بريكوبس صبران لو كي افن نوت بريكوبس صبران لو كي مرة أخيرة الاخيره نوت بريكوبس صبران لو كي افن ما اخر ان اغسله لابار 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 وليس لافار لابار لابار ان اغسله انا ساغسله يو لاباري يو لاباري يو لاباري انا سأغسل يو لاباري يو لاباري يو لاباري الصحون لوس بلاتوس لوس بلاتوس الصحون اون بلاتو صحن لوس بلاتوس الصحون الصحون لوس بلاتوس كيف نقول انا ساغسل الصحون اعطوني الاجابه احسنتم يو بلاتوس يو لاباري لوس بلاتوس يو لاباري لوس بلاتوس يو لاباري لوس بلاتوس يولا باريلوس بلاتوس أنا سأغسل الصحون يولا باريلوس بلاتوس كيف نقول و حرف العطف إي 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 تعني و إي أن أجففه تأتي من فعل سكار سكار أن أجفف سكار سوف تجففون سكاريس سيكاريس سكاريس سوف تجففون سكاريس سكاريس سوف تجففون سكاريس 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 سوف تجففون كيف نقول سوف تجففوهم لوس سكاريس انني اتحدث هنا عن لوس بلاتوس الصحون سوف تجففوهم لوس سكاريس لوس سكاريس لوس سكاريس الفوضوها معي لوس سكاريس كيف نقول وانتم سوف تجففوهم اعطوني الاجابه ايبوسوتروس لو سيكاريس ايبوسوتروس لو سيكاريس ايبوسوتروس لو سيكاريس مره اخيره ايبوسوتروس لو سيكاريس كيف نقول الان انا ساغسل انا ساغسل الصحون وانتم سوف تجففوهم اريد منكم ان تضعوا الكلمات التي تعلمناها في جمله واحده انا سأغسل الصحون وانتم سوف تجففوهم فكروا جيدا اعطوني الاجابه Yo lavaré los platos y vosotros los secaréis Yo lavaré los platos y vosotros los secaréis نقرره سويا Yo lavaré los platos انا سااغسل الصحون اي و vosotros los secaréis وأنتم سوف تجففوهم. يو لاباري بلاتوس إي بوسوتروس لو مرة أخيرة. يو لاباري لوس بلاتوس إي بوسوتروس لو الآن سوف نتعلم تركيب الجمل مستعملين زمن البريتريتو indefinido وهو زمن الماضي الذي انتهى. العام الأنيو 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 وليس الأنو الأنيو العام الأنيو كيف نقول الماضي؟ باسادو 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 كيف نقول في العام الماضي؟ الانيو باسادو الانيو باسادو في العام الماضي الانيو باسادو الانيو باسادو الانيو باسادو الانيو باسادو الان يعني كيف نقول ان افعل او ان اقوم؟ اثير 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 ان افعل او ان اقوم كيف نقول قمت إيثي إي, فيه. إي, فيه. إي فيه. تلاحظون هنا كيف تغير فعل أثار في زمن البريتريتو إندفينيدو وذلك لأن فعل أثار هو فعل شاذ في اللغة الإسبانية قمت إيثي رحلة أون بياخي أون بياخي أون رحلة أون بياخي أون بياخي أون رحلة أون بياخي كيف نقول قمت برحلة إيثي بياخي إيثي بياخي إيثي بياخي إيثي بياخي نكررها سويا إيثي بياخي إيثي بياخي إيثي بياخي كيف نقول الأرجنتين أرجنتينا أرجنتينا الأرجنتين أرجنتينا 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 كيف نقول قمت برحلة إلى الأرجنتين؟ إيساء بياخي أرجنتينا إيساء بياخي أرجنتينا إيساء بياخي أرجنتينا قمت برحلة إلى الأرجنتين إيساء بياخي أرجنتينا الآن كيف نقول في العام الماضي قمت برحلة إلى الأرجنتين أريد منكم أن تعطوني الإجابة لقد تعلمنا كل الكلمات وسوف نضعهم في جملة واحدة في العام الماضي قمت برحلة إلى الأرجنتين جاهزون؟ لنرى إجابة el año pasado hice un viaje a Argentina. el año pasado hice un viaje a Argentina. año سويا. año pasado hice un الآن مثلاً آخر. خمسة في اللغة الإسبانية هي. 5 5 وليس سينكو 5 نحن في إسبانيا، وفي إسبانيا نقول cinco وليس cinco، 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 خمسة، cinco. كيف نقول قبل خمسة أيام؟ hace cinco días. hace cinco días. hace cinco días. قبل خمسة أيام. hace cinco días. hace cinco días. كيف نقول أن أشتري في اللغة الإسبانية؟ comprar, comprar. كومبرار في اللغة الإسبانية تعني أن أشتري كومبرار كومبرار كيف نقول اشتريت كومبري كومبري اشتريت كومبري 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 كيف نقول الفستان بيستيدو بيستيدو الفستان بيستيدو وليس فيستيدو بيستيدو بيستيدو هذا الفستان استي بيستيدو استي بيستيدو Este vestido. este vestido, هذا الفستان. كيف نقول قبل خمسة أيام اشتريت هذا الفستان؟ Hace cinco días compré este vestido. Hace cinco días compré, 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 compré este vestido. لكن, pero, pero, لكن, pero, بيرو لكن بيرو بعد تودابيا تودابيا هنا تودابيا تعني حتى الآن وليس بمعنى بعد وقبل تودابيا تعني بعد أي بمعنى حتى الآن تودابيا تودابيا كيف نقول أن أضع أو أن أرتدي بونير 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 أن أضع أو أن أرتدي كيف نقول Er tu e puesto e puesto er e puesto e puesto che fa la culle che ni erte di però todavía non lo e puesto però todavía non lo e puesto però todavía non lo e puesto però todavía le erte però todavía non lo e puesto أنا أقول الآن قبل خمسة أيام اشتريت هذا الفستان لكني لم أرتديه بعد. أعطوني إجابة. إلى نرى إجابة hace cinco días compré este vestido. pero todavía no lo he puesto. hace cinco días compré este vestido. pero todavía no lo he puesto. hace cinco días compré este vestido. Pero todavía no lo he puesto.